يعني لقاء يعني ما كيقبلش الحسم على اثنين بالنسبه لاتحاد طنجه، لانه ضروره تحقيق الفوز انتظار اي تعثر من قبل الفرق المنافسه خصوصا فريق الوداد البيضاوي. فرصه تاريخيه امام اتحاد طنجه انه يسجل ويدون الاسم ديالو ضمن الفرق الفائزه باللقب، ويعني هذا انجاز لم يحققه الفريق يعني من قبل. هي فرصه تاريخيه، وعلى اللاعبين انهم يوعوا بهذا يعني بهذه الفرصه المتاحه، لربما القدر ماشي ما تكررش، ولكن على الاقل ان هناك ظروف مناسبه الان ان الفريق يمشي يبحث على هذا اللقب بنظر يعني الظروف اللي مر منها وبدل المجهودات اللي تبدلات. المباراه ما تكونش سهله من فريق مغرب التطواني صحيح من البقاء، ولكن كنعرفوا الديربيات يعني الطابع اللي كيطغى عليها، وما كنظنش ان فريق مغرب التطواني غيجي من اجل المنافسه هنا لمدينه طنجه. اذا لقاء قوي وحماسي، وربما الجمهور يقدر يكون ذاك ما نقولش اللاعب رقم 12، ونكون اللاعب رقم 1 هو اللي يقدر يكون الحافز الاول للفريق باش يمشي ينتزع هذا اللقب اللي كنتظروا مدينه طنجه منذ سنوات. البطوله ديالنا وخا قالوا فينا العائل وخا كيقول لك دار هانيه هانيه قشابه واسعه قشابه واسعه. ان شاء الله يا ربي تتمنى البطوله تكون ديالنا، وان شاء الله باش نغنمها هذه الله غالبين الجمهور كامل فرحان بالاتحاد على توصلنا بمرتبه، وإذا ان شاء الله كنتمناو تفاير مع اسيو ولا سباطر. نتيجه اللقاء كنظن ربما انتصار اتحاد طنجه بهدف لصفر، يعني معاناه تكون اليوم بالنسبه للفريق اتحاد طنجه. اليوم ان شاء الله غالبين 3 بونتوس ليغا طنجاويه، ما كانش شي حاجه غير طنجه. كلشي واحد نتيجه 3-0 اليوم 3 بونتوس. بطولة طنجاوية إن شاء الله. يوم الاتحاد غتغلب 4-0. كون اليوم إن شاء الله طنجة غتغلب ودي بطولة إن شاء الله. الله يعاونكم. طنجة وكنتمناو تكون أول بطولة فهمتي، وكنتمناو ما يخيبناش الحظ فهمتي كيفاش.